اللي قال لك؟ من اللي قال لك انهم بيصادرونها؟ من اللي قال لك؟ السالفة كلها تسلفي تسلف. صقر صقر قايل حق امي ولا كان انا ما صدقت خالد. اقصيدي لي السالفة وراها صقر. اقصيدي قص صقر وراها السالفة. عطاك السويا. هلا والله. هلا هلا والله. والله مرحبا. هلا فيك. هلا يلا حيا حيك. انت شايف وش اللي احنا فيه؟ نصيب، كل شيء نصيب. خويك اللي اسمه خالد لطش دراهمها والحاش. وصلنا الخبر، وصلنا الخبر. أقصيدي مو هو بقصيدي، أقص رقبتي قص. الموضوع هذا كله من تدبير الراس. شوف، أكل تبن واسكت، ترى بعد ما تحمل أكثر. اللي فيني كافيني والله. أسعد تحملت إخبارك هالسنين كلها علشان هالشمبيزة اللي عندك، لكن للحين صرنا كلنا بالهوى سوا. والله العظيم. نعم. يعني شلون صرنا كلنا بالهوى سوا؟ يعني إن بطلت حلجك مرة ثانية وحاشيتني بهالأسلوب بقطع العقال على راسك. والله عاد كلام وضح صح. أنا شو اللي خلاني أصدق خالد لو أنت بنفسك ما قلت حق أمي؟ بس الظاهر أنت ويا خالد في الهوى سوا، اثنينكم نصابين، واحد أكثر من الثاني حرامية. كم؟ صح. ساكت عنه ويتغلط علي؟ نصاب؟ نعم أحد. نصاب أنا؟ طبعا وحرامي بعد. وانت شو تطلعين بالله؟ المره اللي تبوق زوجها من وراها شنو بالله؟ رابع العدويه انت؟ احترم نفسك. كب ولا كلمه لا تغلطين. كل الحياه ولا كلمه؟ ولا كلمه؟ والله ان سمعتك تطول لسانك على زوجتي اقص لسانك قص. ما عاش اللي قص لساني يا جليل الحياه. عاد والله يا صقر اذا مو عاجبك انا اقول لك اياها من الاخر. بعطيك اياها. ابيك الحين تشيل نفسك وتشيل اغراضك كلها وتطلع برا البيت. طلعيني من البيت؟ طبعا تطلع برا البيت. كنت ساكت. كفو والله تطلعك. نعم ما عاشد يطرة صقر لو يجرح شعوره بكلمه واحده. شلون يعني يما شلون؟ يعني اني ما اترك رجلي وهو مكسور استهنتي لو انا كسر رقبتي. والله انا قلت اللي عندي. مستحيل صقر يقعد عندنا في البيت هذا دقيقه واحده. ولك منو يرضى يقعد ببيتك يا خبله؟ منو يرضى ان رضا هو انا معوفه؟ تقبل؟ تقبل تطلق وتظل ببيتها؟ انا كرامتي انمسحت بالقاع. بس وين نروح؟ وين نروح؟ ميت بيت بهالبلد اللي لنا له خرابة. بس مو بيت أم محمود. لا مو بيت أم محمود. الحين بدمع كل خرافي وأجيب ولدك ونطلع. ما لنا قاعدة. حرامات حيف تربيتي بيج. لو مربية تشنب كان أدى الوفا وياك. رحمك الله. على مهدومك. أنا أنطرش برا بالحوش مالي طلعة. لا تنسين مصباح الكهرب بالدرج. علامات الساعة أخوه يطرد أخوه من البيت. دنت الساعة. يلا يبو يلا يلا. شرف يمرك. أعطون قفاك. يلا يلا جايبين لنا خمار. يلا. والله حق يعني. رغم إني أنا كنت يعني زعلان منك. زعلان مرة، لكن أعجبتيني الحقيقة زي سويتي بقى. شيء بشع يعني. هذا ينطرد طردة كلب. شيء عجيب. وضح الحقه. لا تقولي لي الحق اخوك علشان تعذر له عشان ما اقدر. الحق اخوك يعني شيل نفسك وشيل قشك واطلع وراه برا. تطرديني من البيت يا بيتك؟ هذا البيت يا حبيبي بيتي، والبيت هذا مسجل باسمي، وانا على كيفي اقعد اللي بقعده واطلع اللي اطلعه. بعدين انت خلاص يا اخي مالك لازمه، الفلوس وطارت وانت طرت وياها. ورقة طلاقي توصلني لي عندي، إذا مو بالطيب بالغصب عن طريق المحاكم برا. هذا وين الحب؟ طار يا حبيبي طار. اصحى طار. تفضل برا برا برا. هلا هلا شريك يلا.